للمزيد مشاهدينا في هذا السياق ينضم إلينا السفير صلاح حليمة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني محاور متعددة تتواصل فيها الجهود المصرية لمحاولة وضع حد لهذه المأساة اليومية التي ترتكب والانتهاكات في قطاع غزة. نرى جهود سياسية من كبار قادة دول ومؤسسات العالم، أيضا على الصعيد الميداني والإنساني نرى جهود. ما أبرز ما استوقفك في هذه الجهود المصرية بالتحديد؟ لا شك أن الجهود المصرية تسير في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من محور. أولا جهود سياسية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، وهذا مسار مبدئي بدأ مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فبالتالي هذا الأمر المحور السياسي يعني محور ذو أهمية بالغة، لأنه بمقتضاه أيضا يمكن أن يكون هناك حلول للقضايا الأخرى التي ظهرت مع العدوان الإسرائيلي على غزة. المحور الثاني ذو الأهمية البالغة هو المحور الإنساني. مصر تلعب دورا محوريا في إدخال المساعدات بمختلف أنواعها وبكميات وبقدر أكبر حتى يمكن الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة والذي يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة. أيضا دور مصري محوري فيما يتعلق بالجرحى والمصابين ومعالجهم في المستشفيات المصرية. محور أيضا يتعلق بموضوع الرهائن، الاطلاع بدور وساطة وجهود مكثفة مع كافة الأطراف المعنية. أيضا هناك اتجاه أيضا لضرورة التوصل إلى مواقف سواء في إطار الجمعية العامة أو في إطار مجلس الأمن أو في إطار المؤتمرات القمم المختلفة التي عقدت والتي يمكن أن تعقد في محاولة للتوصل إلى خريطة طريق شاملة تنهي هذا العدوان وفي نفس الوقت نتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية على سفح الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. في إطار أن يكون هناك تواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس دون أن يكون هناك أي اقتطاع لأي أجزاء منها، باعتبار أن هذه هي الدولة الفلسطينية المنشودة والحقوق الفلسطينية المشروع. نعم طبعا سعادة السفير، يعني تم استصدار أخيرا قرار من مجلس الأمن بمحاولة لإيصال المساعدات إلى داخل الفلسطيني. في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي بدأ مرحبا بهذه الخطوة، إلا أنه بدأ معترضا على إيصال المساعدات بعدم وجود أو عدم النص في هذا القرار على إنهاء حالة الحرب الدامية على قطاع غزة. السؤال هنا، كيف يمكن لهذا القرار أن يحقق نجاحا ملموسا على الأرض؟ هو طبعا هذا القرار يعني بيتركز على الجانب الإنساني ولا يتركز على الجانب الأمني والجانب السياسي. صحيح. وبالتالي كان هناك جهود مكثفة من جانب مصر بصفة خاصة والدول العربية والإسلامية في إطار نتائج ومخرجات قمة الدول العربية والإسلامية والتي وضعت في موجب قراراتها خريطة طريق تشمل كافة المسارات وإيجاد تسوية لها، سواء كان المسار الأمني أو العسكري، سواء كان المسار الإنساني، سواء كان المسار المتعلق بقضية الرهائن، سواء كان المسار السياسي بالتسوية الشاملة، بل وأيضا الحديث عن إعادة البناء والإعمار. ما بذل من جهود حتى الآن في مجلس الأمن العديد من مشروعات القرارات التي كانت أن تصدر، ولكن الموقف الأمريكي للأسف المتواطئ مع إسرائيل حال دون صدور مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يصل إلى تحقيق وقف الإطلاق النار على الأساس أن يتيح فرصة لبقية المسارات أن تخرج إلى حيز. يعني حتى هذا القرار سيادة السفير يعني قوبل برفض وتعطيل كبير جدا وشديد جدا من قبل الفيتو الأمريكية. على أي حال بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير صلاح حليمة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.